الآن إلى كردستان العراق، وهذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والتي قد تكون بداية للنهاية كثير من الملفات العالقة بين حكومة بغداد والإقليم، حيث وصل السوداني إلى إربيل في أول زيارة له للإقليم منذ توليه منصبه في أكتوبر الماضي. والتقى السوداني مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وأكد حرص الحكومة على التواصل مع جميع القوى السياسية، كما يبحث السوداني مع مسؤولي الإقليم مشروع الموازنة العامة للبلاد وحصة الإقليم، كما يناقش قانون النفط والغاز الذي يتم العمل على صياغته. هيوا عزيز ينضم إلينا من إربيل. الآمال معلقة كثيرا على هذه المحادثات وهذه الزيارة الأولى للسوداني، أليس كذلك هيوا؟ بالفعل فضيلة، هناك أجواء من التفاؤل كما أشرت في متن الخبر. القضايا المهمة التي يحملها السوداني في جعبته لبحثها مع القيادات الكردية هنا في أربيل وفي السليمانية غدا هي قضايا حساسة بحاجة إلى قرار من كبار المسؤولين ومن أصحاب القرار تحديدا. لذلك التقى السوداني فور وصوله بالزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، سيلتقي غدا بقيادات الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية، ربما لبلورة موقف مشترك إزاء القضايا التي تمت مباحثتها خلال جلسات هذا اليوم، من أهمها طبعا مشروع الموازنة وتثبيت حصة الإقليم في الموازنة بشكل دائم. هناك وجهة نظر من جانب الإقليم، اعتراض نوعا ما على النسبة المحددة حاليا ب 12.6%، الإقليم يطالب بأكثر من ذلك كاستحقاق مالي، إضافة إلى مشروع قانون النفط والغاز الذي يشكل من وجهة نظر الجانب الكردي مفتاح لحل بقية الملفات العالقة في بين الطرفين منذ أكثر من 15 عاما، بالإضافة إلى قضية اتفاقية سنجار الحساسة، هي اتفاقية أمنية وينبغي تطبيقها والإقليم يؤكد على ذلك بشكل كبير، إضافة إلى العقدة المستعصية في العلاقات بين الطرفين وهي المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بالمناطق المسماة دستوريا بالمناطق المتنازع عليها. تطبيق هذه المادة في حد ذاتها يعتبر تحديا كبيرا يواجه حكومة السوداني في هذه المرحلة. إذا نجح السوداني في تطبيق هذه المادة سيعني يحقق لنفسه إنجازا كبيرا تاريخيا عجز أسلافه عن تحقيقه. شكرا هيوا عزيز في إربيل.